بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلأ بالفيديو اليوم إن شاء الله تعالى راح أشرح كيفية استخراج الشوفة المدفوعة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشوفة. طبعا الشوفة أكيد الكل اللي بيعرفها هي الموقع اللي بإمكانك من خلال هذا الموقع تشوف شو عليك مخالفات مالية، شو في عليك فواتير مو مدفوعة. يعني من خلال الموقع بإمكانك تعرف جميع الشركات اللي عم تطالبك بمصاري واللي أنت متخلف عنها. هلا اليوم كيف فيني اطلع هذا الشوفة؟ طبعا النوع الشوفة في عندك نوعين، النوع هي المجانية اللي تكون عبارة عن المختصرة، والنوع الثاني هي النوع الشوفة المدفوعة. طبعا راح احط بالوصف بهذا الفيديو كيف فيني استخراج الشوفة المجانية لتكون مختصرة. اما اليوم درس اليوم راح اشرح من الفيديو اليوم ان شاء الله تعالى راح اشرح كيف استخراج الشوفة المدفوعة. الشوفة المدفوعة راح تكون تفصيلية بشكل كامل وبشكل تفصيلي لجميع الشركات اللي عم تطالبني بالمصاري. هلا راح نبلش بالخطوات. هلا اول شيء راح نفوت على الموقع الرسمي الخاص بالشوفة على شكل التالي. هذا الموقع الرسمي الخاص بالشوفة www.shofa.de. راح نعطي انتر، عملنا سيرش بالجوجل. هلا بترجع في عندي عملتين الموقع الرسمي الخاص بالشوفة، هي الصفحة الرئيسية. هلا راح نشوف بالاعلى على اليسار في ثلاث شفرات فوق بعض، راح نكبس عليها ضغطة هيك. بعدها راح نختار شيء، راح نختار الخيار الاول مضيفات للزونه، راح نكبس عليها ضغطه هيك على السهم الموجود عندي، نكبس عليها ضغطه هيك. بعدها راح ننزل لتحت بالاسفل، راح نختار شيء اسمه شوفاء داتا كوبي، راح نكبس عليها ضغطه هيك. هلا بعد ما كبسنا عليه طلع عندي خيارين على شغلته. الخيار الاول عم يكون خبرك انه انت بتحصل على نسخه من الكوست لوس، يعني نسخه مجانيه عم تكون مجانيه. والنسخه الثانيه اسمه شوفاء على شكلها هي بالبرتقالي، هي عم خبرك هي الميزات الخاصة بالشوفة، انه عم تكلف الشوفة الثانية. بالنسبة لي بدي اختار الشوفة المو مجانية، اختار الشوفة المدفوعة لانه راح تكون اكثر تفصيلية. راح اختار هي الشوفة الموجودة عندي هون على الشكل التالي، راح نكبس عليها ضغطة هيك. عم خبرك شو هي الميزات اللي تحوي على هي الشوفة اللي تكلف 29 يورو. هي الميزات اللي عم تكون على الشكل التالي. هلا انا بالنسبه لي بدي اختار خيار الشوفه المدفوعه اللي عم تكلف 29 يورو. هلا راح انزل تحت بالاسفل، راح اشوف في خيار اسمه يدز بيشتري، يعني الطلب الان، راح نكبس عليه هذا هيك. انزل تحت بالاسفل عم يخبرك انه اطلب انه انت بدك كم نسخه من هاي الشوفه. كده انا اخترت نسخه واحده، بدي نسخه واحده. انزل تحت بالاسفل كمان، انزل تحت بالاسفل عم يخبرك انه التكلفه عم تكون جزام كوستين، يعني 29 يورو. هلا راح اكبس فايتا تسو بيشتري، نكبس عليها ضغطه هيك. هون عم يخبرك اذا كنت حابب تعمل حساب بموقع الشوفه. انا بالنسبه لي ما بدي اعمل حساب بموقع الشوفه، بدي اكمل واطلبها كزائر. راح اكبس كلمه از جيست بيشتري، يعني انه كضيف، انه اطالب كضيف. راح نكبس عليها ضغطه هيك، راح نكبس از جيست بيشتري، نكبس عليها ضغطه هيك. طبعا خبرك في عندك ثلاث خيارات عشان معالجة الطلب. أول شيء تدخل المعلومات الشخصية، بعدها راح تدفع، بعدها راح يتم المعالجة والشحن والطلب. هلا عم يطلب مني على شكل تدخل البيانات الشخصية الخاصة بالشخص اللي بدي اطلب له الشوفة. أول شيء عم يطلب مني شو مين هو الشخص المخاطب، الفور نام الاسم الأول للشخص اللي بدي يطلب له الشوفة، الناخ نام الاسم الثاني، الديبوز داتوم يعني تاريخ الميلاد، الديبوز داتوم تاريخ الميلاد يعني باليوم وبالشهر وبالسنة. نزل كمان تحت بالاسفل عم يطلب مني ادخل هون اسم الشارع ورقم البريدي والاورت، يعني اسم المنطقه، هون البلد اكيد دوتشلاند، هون تحط الايميل الخاص بهذا الشخص. هلا انا بالنسبه لي راح ادخل المعلومات الشخصيه الخاصه فيني. بعد ما ادخل المعلومات الشخصيه كامله راح اكبس كلمه فايتا سالونج انجيبن. هلا انا بالنسبه لي اول شيء راح ادخل البيانات الشخصية وبعدها كفي. هلا بعد ما دخلت المعلومات الشخصية الخاصة بهذا الشخص، الاسم، العنوان، البريد الالكتروني الخاص فيه، دخلت هي البيانات. هلا رح انزل تحت بالاسفل، رح نكبس على كلمة فايتا تو سالونز اند جيفن، لانه المتابعة لادخال البيانات الدفع، رح نكبس عليها ضغطة هيك. عم يخبرك على هذا الشكل التالي انه هذا العنوان اللي انت بدك تبعت له هاي الشو، هاي متأكد منه. هلا اعطيه بعد ما اتأكد انه العنوان صح، هلا راح اعطيه المتابعه مع البريد العنوان المدخل. هلا اعطيه فيتاميت ان كيفن ادرس، بس عليها نقطه هيك. هلا صرت بالعمليه المعالجه، هلا يطلب مني ادخل المعلومات الدفع. هلا راح ننزل تحت بالاسفل. هلا انتم شايفين عندي هون عم يطلب مني ادخل الشخص اللي بدي اسحب منه المصاري، الكونت هون هاب، يعني مالك الحساب، مين هو الشخص اللي بدي اسحب منه التكلفه، مين هو الشخص صاحب الكارت البنكي اللي رح يسحب منه المصاري. دخلت اسم الشخص، بعدين نزلت تحت بالاسفل عم يطلب مني ادخل الايبان الخاص بهذا الشخص. انا دخلت الايبان، بعد ما دخلت الايبان راح ننزل تحت بالاسفل، راح نعطي على الشكل التالي انه اعطيه الموافقه عشان الناس تشكل تحط هون اشاره تشيك انه انا موافق انه الشخص تسحب مني
بشكل مباشر من حسابي البنكي. بعد ما دخلت البيانات راح أكبس على كلمة فايتا سو بوزشت. بعد ما دخلت اسم الشخص مالك الحساب بالإضافة للحساب البنكي اللي باين خاص فيه حطيت هون إشارة تشيك عشان أشوف تسحب مني بشكل مباشر من حسابي البنكي. بعدها راح أعطيها كلمة فايتا سو بوزشت بكبس عليها بالطريق. هون عم يخبروك إنه تمام تم إدخال المعلومات الشخصية وتم إدخال البيانات البنكية بشكل كامل. هلا راح ننزل تحت بالأسفل. هلا وصلنا للخطوة الأخيرة المتعلقة بالمراجعة والطلب. الخطوة الثالثة هلا أنا مطلوب من هي عم يعرض لي المعلومات الشخصية الخاصة فينا، عم يطلب مني أتأكد إنه هل هي صحيحة. هون العنوان بعد الأدريس عم يطلب مني أتأكد إنه الأدريس صحيح بالإضافة إلى الحساب البنكي اللي راح ينسحب منه المصاري. بالإضافة إلى الإيميل بعد ما أتأكد إنه جميع البيانات المدخلة عم تكون صحيحة لا راح نكبس على الشكل التالي. عم يخبروك ننزل تحت بالأسفل. المبلغ راح يكون 29 يورو. الكمية واحد نزل تحت بالأسفل هلأ عشان متابعة الدفع. راح يحطون إنه شهادة تشيك عشان الموافقة على الداتو شو تسعى للقوة الخصوصية. وإذا حابب شوفوا تبعتك رسالة بالنشر البريدي أنا بالنسبة لي ما بدي. راح نزل تحت بالأسفل. هلا راح أكبس على كلمة يدز كوستين بفليشت بشترين أعطيها ضغطة هيك على الشكل التالي. هون عم يخبروك إنه عم يشكروك على الطلب وعم يخبروك إنه الطلب الخاص فيك راح يتأكد راح يبعتولي التأكيد على البريد الإلكتروني الخاص فينا. راح أتأكد إنه وصلني طلب على البريد الإلكتروني الخاص فيني. هلا بقول شايفين عندي هون وصلني على البريد الإلكتروني الخاص فيني التأكيد الطلب. عم يخبروني إنه راح يتم التسليم خلال من يومين لثلاث أيام خلال البوست الخاص فيني. راح يصل الورقة الخاصة بالشوفة وهي كانت الطريقة بكل اختصار كيف فيني أطلب الشوفة المدفوعة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشوفة. هلا الفيديو إن شاء الله تعالى بكون انتهى. أشوفكم بالفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.